بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بكم في البارت العاشر من محاضرة الترانزينت ريسبونس. بهذه راح نتعرف على ترانزينت ريسبونس سبيسيفيكيشن. السبيسيفيكيشن مع ترانزينت ريسبونس في حالة انه عندي السيستم بدامت اوسيليشن، دامت اوسيليشن، وتكون الزيتا مالته بين الصفر طبعا والواحد، والانبوت لهذا السيستم هو يونت ستيب فانكشن. يونت ستيب فانكشن راح اهم مواصفات الموجوده راح نتعرف عليها. الديلي تايم، ديلي تايم هو الوقت المستغرق بين الانيشال الى ان يصل السيستم الاوتبوت مالته الى 0.5 من الانبوت، الى 0.5 من الانبوت. هذا نسميه ديلي تايم، تي دي يرمز له تي دي. عندنا الرايز تايم، الرايز تايم من الانيشال الى ان يصل 100% من الانبوت، يعني يصل قيمه الانبوت نفس الاوتبوت، يصل نفس قيمه الانبوت، الاوتبوت يصل نفس قيمه، نسميه الرايز تايم او الرايز تايم. هذا الرايز تايم قسم ما يستخدمه من الصفر للواحد، يستخدمه من 5% من ال 0.05 الى 95، الى 95، وقسم ياخذه من 10% الى 90%. من يكون السيستم بطيء جدا ياخذه من 10% الى 90%، يعتبره هذا الرايز تايم اذا السيستم كان بطيء. واذا السيستم شويه اكثر من البطيء راح ياخذه من 5% لل 95%، وإذا السيستم سريع نأخذ عادة من الصفر إلى 100%. المواصفة الثالثة هي البيك تايم. البيك تايم هو الوقت المستغرق، الوقت المستغرق على مود يصل السيستم إلى البيك أوفرشوت. البيك أوفرشوت هذه هي الأوفرشوت، إحنا نعرف الأوفرشوت هي القيمة اللي أعلى من الواحد. البيك أعلى قيمة موجودة يصلها السيستم، التايم المستغرق نسميه بيك تايم، تي بي، تي بي يرمزوا له تي بي، والرايز تايم نرمز له تي ار، والديلي تايم نرمز له تي دي. هذا هو تي بي، الوقت المستغرق على مود السيستم يصل الى الايرور المطلوب او الايرور المسموح، الايرور المسموح بحيث السيجنال تدخل داخل الايرور المسموح. هذا خلينا نفترض هذا هو الايرور المسموح، هذا الايرور المسموح مننا لهنا، الايرور المسموح السيجنال من تدخل بالايرور المسموح وبعد ما تخرج من عنده، لان هو هذا الايرور المسموح كله، هذا مننا هنا تدخل وتخرج، هنا تدخل وتخرج، من تدخل بالايرور المسموح وبعد ما تطلع من عنده نسميه هذا الوقت settling time. settling time، إذن هذه الأوقات المهمة الخمسة: delay time، rise time، peak time، maximum time، settling time. هذا شنو الإيرور المسموح؟ يعني أنا عندي واحد أقول لك أسمح لك إنه السيستم مسموح إنه يكون الأوتبوت مالته 95% إلى من 95% إلى 105%، يعني إذا واحد أقول لك الأوتبوت أنا أقبل به هذا الأوتبوت إذا وصل السيستم إلى 0.95 أو 1.05، هاي كلها مسموح بها، هذا نسميه التولرانس، هذا نسميه التولرانس. وقسم يقول لك لا أنا ما أريد هذا الـ 0.05، فرق بين 0.05 زائد ناقص 0.05، قسم يقول لك لا أنا أريد 0.02 0.02، يعني أريد من الـ 0.98 إلى 1.02، 1.02 مسموح. أكو قسم يقول لك لا أنا هذا كله ما أريده، أريده 100%، أريده 100%. إذن شو وقت يصل إلى هذه القيمة المسموحة، التولرانس المسموح، هذا نسميه settling time. وعادة بالكتب راح نشوف الإيرور المسموح إما 0.05 أو 0.02، هذه بالكتب لغرض الدراسة. هسه لو نشوف هذا هو الريسبونس
حط افترض انا عندي السيستم هو ستيبل، سيستم ستيبل، اذا هذا هو الواي ماكسيمم، هذه هي الواي ماكسيمم، هي هاي الاوفر شوت، الماكسيمم اوفر شوت، هذه الماكسيمم اوفر شوت، وهذا قلنا الدي كي، هذا هو الدي كي او الانفلوب مال الاشاره، الانفلوب مال الاشاره. شلون نحسب السيتلينج تايم؟ السيتلينج تايم شلون نحسبه؟ اذا عندي الايرور المسموح 5% سيتلينج تايم راح يصير اكبر من 3 على الزيتا اوميجا ان، اكثر او يساوي 3 على الزيتا اوميجا ان. اذا كان 2% ايش قد هذا الوقت منا لهنا؟ راح احسبه من الزيتا بدلاله الزيتا والاوميجا ان، يطلع عندي تي اس اكبر او يساوي 4 على زيتا اوميجا ان. شوف مني قل التوليرانس يزيد عندي السيتلينج تايم، يزيد عندي السيتلينج تايم على مود اصله. هسه عندنا الرايز تايم، الرايز تايم، الرايز تايم قلنا منا يعني الوقت اللي استغرقه الى ان يصل من صفر الى 100%، الرايز تايم من صفر الى 100%. الرايز تايم نحسبه اما بهذا القانون تان انفيرس تحت الجذر 1 ماينس زيتا سكوير على ماينس زيتا على الاوميجا دي، وهذا راح نشوفه صعب الحقيقه هذا القانون، لان ليش لان هذه الزاويه راح تعتمد على الربع الاول الربع الثاني شلون نحسبها. فانا شفت انه هذا القانون هو اسهل، الرايز تايم يساوي لنا باي ماينس بيتا على الاوميجا دي، باي ماينس بيتا على الاوميجا دي، باي ماينس، هذا هو الرايز، هذا هو الرايز تايم. احنا نعرف الاوميجا دي هو دام ناتشرال فريكوينسي يساوي اوميجا ان يعني نفس البيتا 1 ماينس زيتا سكوير. بحالة الزيتا يساوي صفر، بحالة الزيتا يساوي صفر الاوميجا دي يساوي لنا الاوميجا ان، اي ناتشرال فريكوينسي يساوي الاوميجا. شو وقت الناتشرال فريكوينسي يساوي لنا الدامب ناتشرال فريكوينسي؟ في حالة الزيتا يساوي لنا صفر، في حالة الزيتا يساوي صفر. زين الماكسيمم اوفر شوت شلون نحسبها؟ هذه الماكسيمم اوفر شوت، هذا المقدار منها لهنا الماكسيمم اوفر شوت، الماكسيمم اوفر شوت شلون نطلع قيمتها؟ هذا القانون، الماكسيمم اوفر شوت يساوي لنا 100% اكسبوننشال ماينس زيتا باي على تحت الجذر 1 ماينس زيتا سكوير، هذا هو القانون اللي نحسب به الماكسيمم اوفر شوت، الماكسيمم اوفر شوت. التي بي شلون نحسبه؟ التي بي شلون نحسبه؟ الوقت المستغرق الى ان نصل الماكسيمم اوفر شوت حسب هذا القانون، باي اوفر اوميجا دي، باي اوفر اوميجا دي، باي اوفر اوميجا دي. اذا هاي قوانين لازم نحفظها، هذا القانون لازم نحفظه، هذا القانون نحفظه، هذا القانون نحفظه، وهذا التي بي يساوي لنا باي اوفر اوميجا دي نحسبه، هذا نحسبه. هسه اكزامبل، اكزامبل بسيط عندنا هذا for the system shown in figure، هذا الفيجر determine natural frequency damping ratio damped natural frequency rise time. اذا نريد من عندنا الاوميجا ان تحسب لنا والزيتا والدامب ناتشرال الاوميجا دي والرايز تايم والبيرسنت اوفر شوت، بيرسنت اوفر شوت والابروكسيميت 5% سيتلينج تايم. شلون نحسبها؟ هذا عندي السيستم، اخذ الكلوز لوب ترانسفير فانكشن، اخذ الكلوز لوب ترانسفير فانكشن، هذه هي الكاركترستيك ايكويشن مال السيستم، احنا الكلوز لوب او اللي يهمنا احنا المقام، المقام هو اللي يمثل لي 1 زائد جي اوف اس في الاتش اوف اس. ليش؟ لان ترانسفير فانكشن جي اوف اس على 1 زائد جي اوف اس في الاتش اوف اس يساوي لنا زين. هذا راح اخذ المقام، اخذ المقام، ممكن اخذ المقام، هذا هو المقام، فراح تكون عندي هي هاي المقام، راح يكون عندي هذا هو المقام، وهذا ابدي اقارنه وين هذا يمثل لي اوميجا ان تربيع، هذا الاوميجا ان تربيع يساوي 25 الاوميجا ان، طلعت الاوميجا ان هذا المطلب الاول، هذا يمثل لي 2 زيتا اوميجا، هاي الخمسه تمثل لي 2 زيتا اوميجا ان تمثل لي الخمسه، اذا هذه 2 زيتا اوميجا ان، ومن هذا الاوميجا ان طلعتها قبل شويه 5 اقدر اطلع الزيتا، طلعت الزيتا. دامب ناتشرال فريكونسي الاوميجا، الاوميجا دي هو الاوميجا ان 1 ماينس زيتا سكوير، الاوميجا ان طلعتها قبل شويه والزيتا هم طلعتها قبل شويه، راح اقدر اطلع
الأوميجا دي. طلعت